بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة، في درس جديد ولقاء متجدد إن شاء الله في دورة الآن بلس. نكمل إن شاء الله اليوم بعد ما أنهينا في المرة الماضية الطبقة الأولى، لكن للاستذكار حتى أربط الدرس الماضي بالدرس الحاضر إن شاء الله. درس اليوم، في المرة الماضية سألنا قلنا كيف الداتا بتنتقل عبر الواير، وقلنا وذكرنا عبر التشارتس في حالة الالكتريسيتي، وذكرنا هذا المثال للشكل وربطنا انه هذا يكون في حالة الطبقات السبع الموجودة بين السندر والرسيفر. في الطبقة الأولى رسمنا انه الكيبلينج والهبس هي اللي بتمثل أجهزة هذا الطبقة. اليوم ننتقل إن شاء الله، وذكرنا هاي الصورة، اليوم ننتقل إن شاء الله إلى سؤال جديد اللي هو how does the network get the right data to the right system؟ طيب الآن قلنا إحنا كونه أنا الجهاز الواصل بين هاي الثلاث أجهزة اللي أنا أعتبر هذا الجهاز A، هذا الجهاز B، وهذا الجهاز C. أنا جهاز A بدي أرسل فايل فقط لجهاز C، وما بدي الزميل معي أو الموجود في القسم مثلا بي إنه يوصلوا هذه النسخة. فلوجود الهب، ونحن بنعرف إنه الهب بيعمل عملية برودكاستنج، بيرسل لكل جهاز متصل معه، ولو في عندي جهاز رابع راح يوصل له نسخة، وجهاز خامس راح يوصل له، وجهاز سادس راح يوصل له. طيب الآن ونعرف إنه وكأنه الهب براكتيكالي هو عبارة عن بيس أوف واير تنقل المعلومات إلى كل الأجهزة، ولا تملوا من تكرار هذه الجمل، لكن إخواني التكرار هو الذي يكسبك المهارة. لذلك هناك جملة كلام رائع لشيخ الإسلام والتيمي، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، له ثلاث كلمات رائعات. هذه الثلاث كلمات هي المزاولات تعطي الملكات، أي كثرة تكرار الشيء يعطي الملكة، والملكة هي صفة أصيلة راسخة في النفس. لذلك التكرار خلاص يجعل المعلومة راسخة في ذهنك. صحيح أن العلم في الصغر يثبت المعلومة، لكن أيضا التعلم وإن كان في الكبر بغض النظر عن العمر قد يكون أصعب، لكن مع التكرار والتكرار والتكرار يرسخ. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالعلم إن كان إن شاء الله خالص لوجه الله، خصوص العلم الشرعي وحفظ كتاب الله وسنة النبي والعمل بهما والدعوة إليهما والصبر فيهما في الدعوة إليهما، الله سبحانه وتعالى هو الموفق. فلذلك لا تملوا من تكرار لهذه المعلومة. الآن فالآن ما هو الحل؟ إني أجعل الجهاز إيه يسلم الداتا فقط للجهاز بي دون المرور في الجهاز سي. بداية لابد إني أغير هذا الجهاز اللي هو الهب. شو هو الجهاز اللي ممكن أحطه هون في محل question marks؟ أتوقع إنكم أكيد تعرفوا الجواب اللي هو السويتش. طيب حطيت السويتش، السويتش مثل ما بنعرف إنه بيسلم الداتا لبورت واحد. طب السؤال مهم، لأنه قلنا إنه الرسم الداخلي للسويتش، إنه الرسم الداخلي للسويتش بشكل عام هو كالتالي، يعني عبارة عن تشيب مثلا، هيك احنا شبهناها، وإلها كل بورت متصل معاها على بين، هي بتدخلها المعلومة من هون أو الداتا، بنعمل لها عملية بروسينج. بعد هاي العملية بتاخذ القرار تبعثه لهون أو تبعثه لهون، أو إذا كانت الداتا اللي جاية بدها توصل لكل الأجهزة الموجودة على السويتش بكون في عملية برودكاستنج، بتبعث لكل الأجهزة المتصلة. لكن في حالتنا هاي إحنا بدنا نبعث لجهاز واحد فقط، فمحل الهب قلنا وضعنا السويتش. تمام. طيب السويتش هذا على إيش راح يعتمد حتى يسلم الرسالة أو الداتا اللي بتيجي فقط للجهاز B وما يسلمها للجهاز
سي، تتذكروا معنى اشي اسمه ولا ما نحكي هسا؟ نحكي كمان شوي. خليني كوني دخلت بالهاب بالسويتش، ندخل على نتورك انترفيس كارد. هذا شكلها اللي انتو كلكم تعرفوه. قلنا احنا في المرة الماضية انه النتورك انترفيس كارد مبدئيا ممكن اعتبرها من اجهزة اللاير 1، فاحطها مع اللاير 1 مثل ما الهاب والكيبلينج. وقلت لكم انه ممكن نعرف انه راح تدخل ايضا في اللاير 2، اللي احنا اصلا قاعدين بنمهد حتى ندخل في اللاير 2. احنا تقريبا شبه دخلنا في اللاير 2. لما اذكر سويتش، السويتش من اجهزة اللاير 2، مش من اجهزة اللاير 1. فالنتورك كارد هي عبارة عن انترفيس بين الكمبيوتر وبين النتورك. ما في نتورك بدون نتورك انترفيس كارد. لذلك نتورك انترفيس كارد شيء مهم جدا. لذلك اخواني، عشان نفهم مظبوط النتورك، لابد نفهم عمل النتورك كاردز او النتورك انترفيس كاردز اللي هي نتورك كارد. اي نتورك في العالم الها شيء بنسميه يونيك ايدنتيفاير، مثل التليفون نمبر. ممكن نلاقي رقمين تليفونين، رقمين لشريحتين اللي هم بسموها احنا السيم كارد اللي بنحطها فيه، اللي هي بسموها البطاقة او الشريحة. السيم كارد لها نفس الرقم، يعني يكون مثلا لك صاحب اسمه محمد صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تحرمنا الشفاعة، لا تحرمنا من نشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها. أحمد ومحمد. فهل ممكن يكون رقم أحمد أو محمد مثل رقم أحمد؟ طبعا لا، هذا له رقم خاص فيه وهذا رقم خاص فيه. أيضا الرقم الوطني، هل ممكن يكون رقم الوطني لشخص مثل الرقم الوطني لفلان حتى لو كانوا توأم؟ طبعا لا. رقم السيارات، فلذلك كل شريحة، كل إنسان له رقم، كل سيارة لها رقم خاص فيها، كل إنسان له رقم وطني خاص فيه، له رقم هاتف خاص فيه، يونيك ايدنتيفاير. هذا اليونيك ايدنتيفاير نفس المبدأ المطبق في الشريحة، مطبق على رقم السيارة، مطبق على رقم الوطني، هو مطبق على الـ Network Interface Card، بحيث كل Network Interface في العالم لها رقم خاص فيها، لا يشاركها في أي بطاقة أخرى. هذا الـ Unique Identifier هو عبارة عن 48 بت. اسم هاي ال 48 بت اللي هو الايدنتيفاير المحدد او الرقم الخاص لكل بطاقة مر معنا فيما مضى، اسمه الماك ادرس. والماك ادرس هو اختصار لميديا اكسس كنترول ادرس، يعني عنوان تحكم للوصول الى الميديا، وهو المشهور في الماك. الان صورة على الماك ادرس. طيب قبل ما نحكي عن الماك ادرس او نشوف صورته، الماك ادرس ما احنا قلنا انه 48 بت. ال 48 بت تظل مقسومين قسم، مقسومه قسمين. القسم الاولاني بسموه organization unique identifier، انه هذا الرقم اللي هو نص ال 48 اللي هم اول 24 بت، هاي بتحددها منظمه عالميه. كل مصنع في العالم لهاي النتورك، نفرض انه في عندي مصانعين 3 10 20، قد ما يكون كل مصنع بطلب من هذه المنظمة العالمية، بقولها انا بدي اصنع نتورك كارد، فبدي تعطيني تحددي لي رقم ابلش فيه، فبتحدد لي اول 24 بت، بحيث انه اول 24 بت للمصنع مثلا او للشركة A غير اول 24 بت للمصنع B، كذلك غير C وهكذا. هسا كم بضل عندي من 48؟ بضل عندي من 24 ثانيات. هاي ال 24 ثانيات تخصص مين؟ المانيوفاكتشرر، تخصص المصنع نفسه هو اللي بيحدد، بحيث انه عنده احتمال لاثنين قوة 24. تخيل قديش بيطلع رقم مهول ينتج من البطاقات، لانه اول 24 خاني خلاص اخذهن ثابتات لكل
لكل القطع اللي بتطلع من مصنع معين، مثلا مصنع ايه مثلا اول 24 بت ثابتات ما بيتغيرن، هو بيلعب كمصنع في ال24 الباقيات وبغير في الارقام قد ما بده حتى يصنع كل اللي عنده. فهذا بنسميه احنا او اي، اي بحددها منظمة عالمية رح نعرف اسمها كمان شوي، اللي اختصار ل Organization Unique Identifier. وال24 ثانية هي عبارة عن Device ID بحددها صاحب المصنع او المصنع رقم لهذه البطاقة. طبعا مين المنظمة العالمية؟ المنظمة العالمية اللي هي الـ Institute of Electrical and Electronics Engineers، هي المنظمة لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات، اختصارها الـ IEEE. هذه هي الـ IEEE. الإخوان حابب يعرف شو هي الـ IEEE أكثر باستفاضة، المقام الآن لا يسع أتكلم عنها، جوجلها باختصار. طيب الآن الـ IP Config All بحكي لكم عنه، طيب شوفوا هالصورة بعدين بحكي لكم عن الـ IP Config All. هذه بطاقة Network Card أو Network Interface Card، دائما بقول Network Card نفس المعنى. هذا بعض البطاقات بكون موجود عليها هذا الرقم بالخارج، هذا الرقم هو الماك ادرس. لاحظوا انه هو عبارة عن 0 0 4 0 0 5. هذه طبعا احنا هيك بكون مكتوب، هو اصلا بين كل خانتين شحطة. الان ايضا تحت 6 0 شحطة، نقول 7 D 4 9. طبعا هنا في شحطة وهنا في شحطة. هذا يا اخوان مش في الباينري، هاي الصيغة، هاي الصيغة في الهيكسا ديسيمال في النظام السادس عشري، اللي هو ببلش من 0 لما يوصل 9 بعدين بصير A B C D E حتى ال F. A B C D E F، فكل خانة بتمثل 4 بت، فهذا الرقم بالهيكسا بيمثل 4 بت. فانا احنا قلنا انه 48 بت، وعندنا هنا 1 2 3 12 خانة او 4 نعم 12 خانة، كل خانة بتمثلها 4 بت، فهو الناتج 48 بت. طب الان كيف انا بدي اعرف الرقم او الماك ادرس للبطاقة اللي انا بشتغل عليها واللي هي موجودة اصلا على جهازي؟ الامر سهل، بنروح على ستارت، على رن، بنحط سي ام دي مثل ما انتم شايفين، بحط اوكي، بيطلع عندي هاي الشاشة، بحط IP config all، بيطلع عندي عدة قائمات. انت بتدور على تبعتك الموجودة على جهازك واللي اصلا بكون متعرف على الجهاز، اللي هي اسمها الريال تك بي سي مثلا عندي انا هون كذا كذا كذا، طبعا مفصوله من عندي مش شابك الكيبل عليها. فلاحظوا الرقم كيف شكله طلع 0019D1997389. لاحظوا هاي اول 6 خانات قلنا مين بيحددها؟ الاي تريبل اي اللي احنا نسميها او اي او يو اي، وهاي ال6 خانات الاخيره قلنا بيحددها المصنع نفسه. طيب هذا هو الماك ادرس. طيب لا ننسى السؤال اللي احنا فوتنا هذا المجال كله والشروح هذا، اللي هو السؤال اللي فوتنا فيه How does the network get the right data to the right system؟ فهذا الجهاز لما بده يرسل داتا بده يكون حاط ضمن هذه الداتا عنوان المرسل اليه، السويتش بطريقة ما بكون مخزن عليه على انه عنوان الجهاز A هو كذا وعنوان الجهاز C او مثلا هذا الجهاز B كذا وهذا الجهاز C كذا. فمن خلال عملية البروسينج اللي بتتم داخله بيعرف انه لما يقرأ، لما تدخل عليه الداتا ويقرأ هذه الداتا وينظر الى حقل اللي بكون فيه موجود حقل العنوان داخل هذه الرسالة، مثل ما انت الان بتبعث رسالة بالبريد بتحط على ظهرها مثلا عنوان المرسل اليه. فاول اشي بقرأه وأول إشي بيكون موجود في هاي الرسالة أو في هاي الداتا هو عنوان المرسل إليه. فالسويتش قلنا بطريقة ما بعرف
على انه هذا العنوان هو متصل على البورت الفلاني، فما بيرسل للبورت اللي متصل بالجهاز سي فقط، بيرسل للمتصل بي. واذا اراد مثلا الجهاز اي انه يبعث مثلا لسي، راح يتغير عنوان المرسل اليه، وراح يقدر السويتش يقرا العنوان ويعرف انه المقصود هاي المره مش بي هو سي ويبعث له. فمن خلال الماك ادرس انا بقدر اوصل واسلم الرساله للجهه المعنيه. طيب السؤال الان، احنا سمعنا قبل شوي لما قلت خانه العنوان، خانه المرسل اليه، طيب مين بيقوم اول اشي بترتيب هاي المعلومات؟ مين اللي بيضيف عنوان المرسل؟ شو في ايضا خانات غير المرسل او المرسل اليه؟ هذا ان شاء الله بنعرفه بالمرة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.